في عودته الأولى إلى مطار معتيقة واستقباله رسمياً بعد منح مجلس النواب الثقة لحكومته، وقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على أولى مشاكل القطاع العام في المطار، وسمع لمطالب موظفي شركة المناولة والخدمات الأرضية المضربين جزئياً عن العمل. الموظفون المحتجون طالبوا في لقائهم رئيس الحكومة ووزير المواصلات بصرف مستحقاتهم وضمهم لوزارة المواصلات، مؤكدين أن نحو 2400 موظف لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 27 شهرا. 27 شهر ما خلصناش. عندنا تضمين من الرئاسة إن احنا نخلص في سنة 2017، وزير المالية وقفنا في سنة 2020، وعندنا شهور متأخرة هي 16 و17. كم نفر انتم؟ 2400 على مستوى ليبيا. ليرد رئيس الحكومة مع وزير المواصلات لحظتها ويتعهدا للموظفين المحتجين بدفع مستحقاتهم فور أداء اليمين القانونية واستلام الحكومة رسميا مهامها. بعون الله تسمعوا منا بيجي سماحكم، بعون الله كان عندكم حقوق تاخذوها. الأسبوع الجاي إن شاء الله بداية أسبوع بعد ما نتم الموضوع القسم هذا حنجي. وبهذا التعهد يربط موظفو الخدمات الأرضية بالمطارات الذين عادوا إلى عملهم أمالهم في تسديد الحكومة الجديدة لمرتباتهم المعطلة وإصلاح أوضاعهم، محملين المسؤولية لوزير المالية المفوض الذي لم ينفذ موافقة الرئاسة على تضمين مرتباتهم بوزارة المواصلات كما في السابق وفق تعبيرهم. وضع البنية التحتية للمطارات يعد من أبرز الاختبارات التي تواجه الحكومة الجديدة، فهي أمام إعادة أعمار مطار طرابلس وترميم بقية المطارات في شرق وجنوب البلاد وضمان التنقل فيما بينهم داخلياً وتحسين الأمن فيها لاستئناف الحركة الدولية منها وإليها.